مرحبا شو تلرن، مرحبا بكم وصحة شريبتكم. اليوم حضرت لكم ايبيزود سبيسيال ديدي للفيديو ميكر باش نشوفوا كيفاش نجموا ونتحصلوا على كولرز سينيماتيكس حاليا وحصريا على شو تلرن. جو لما نبدأ الابيزود حبيت نشكر رامي اللي بعث لي ميساج على انستغرام وبعث لي حاجة ياسر انتريسونت، اكيد راكم قريتوها في الحلقات اللي فاتوا، اللي هو اللوغو متاع شو تلور للشين. نشكرك صديقي رامي، هبش خلي الانستغرام تاعك لهنا ولا لهنا ولا لهنا. دونك باش العباد اذا كان يسحقوا حاجة في الجرافيك نجموا يتصلوا بيك وتخدم لهم خدمة مزيانة كيما اللي عملتها لي. شكرا جزيلا يا رامي. وخلينا نتعديو الموضوع اليوم اللي هو كيفاش نتحصلوا على سينيماتيك كولرز في الفوتج متاعك في الفيديوغرافي. في الحلقات اللي فاتوا وريتكم انك فيش نعملوا تعديلات باش تتحصلوا على سينيماتيك لوك، وهامش خليكم الفيديو موجودة لهنا. دوك التعديلات هذوكم باش يسهلونا ان نجموا نتحصلوا على السينيماتيك لوك، ولكن فما مرحلة ثانية اللي هي في البوست برودكشن تتسمى الكولر جريدنج ولا كوركشن، باش نعملوها باش نزيدوا نتحصلوا على السينيماتيك لوك هذايا. فمن قبل ما نتعداو للكولر جريدنج ان شاء الله نعملوها في حلقة اخرى، بل هنا باش نفسر لكم شنو هو التعديل الثاني اللي تنجم تلقاه في المصوره نتاعك باش نجم تتحصل على فلات بروفايل والا لوج بروفايل، باش من بعد انت تمشي للبوست برودكشن في برنامج تعديل الالوان نتاعك تولي انت تعدل الالوان بطريقه انه تنجم تتحصل على السينيماتيك لوك هذا. وهذا هام جدا بانك انت تصور فلات بروفايل ولا لوج بروفايل، خاطر الصوره باش تكون ما فيهاش برشا الوان وفيها كونتراست ضعيف جدا، وزاد الشاربنس نتاعها تكون ناقصه برشا، خاطر هذه الكل الكالرز والكونتراست والشاربنس باش نزيدوهم في البوست برودكشن حسب الطلب اللي انا نحبه باش نجم نعطي اللوك للصوره اللي انا نحبها. فلهنا كل مصوره وشنو التعديل نتاعها الخاص في المنيوز نتاعها. فاشهر المصورات هما مثلا كما ناخذوا السوني، سوني فيها السيني 2 والسيني 4 تتحصل على اكثر ديناميك رينج في الصوره نتاعك. تنجم زاده تختار الاوبسيون نتاع اس لوك 2 واس لوك 3 في السوني، هكاك تنجم تحصل على فلات بروفايل ولا فلات ايمج تنجم تعدلها انت في البوست برودكشن نتاعك. كيف زاد فما باناسونيك مثلا كيما الباناسونيك جي اتش 5، الباناسونيك جي اتش 5 فيها السيني دي والا السيني في، والا زاد تنجم تستعمل الفيلوج ال نتاعها الباناسونيك، مع العلم انه الفيلوج ال هذايا راهو بايد اوبشن في الكاميرا هذيا، فيزمك انت تدفع 100 دولار باش تنجم تحط الفيلوج ال هذايا في المصوره نتاعك. فكي تقول لي انت انيس ابار الباناسونيك وابار السونيز في الكانون ولا في النايكونز كيفاش نجم نتحصل على الحاجات هذوما؟ فبالنسبه للكانون والنايكونز تنجم تستعمل ناتشورال بروفايل. شو معناتها ناتشورال بروفايل؟ تنجم تمشي انت للبيكتشرز بروفايل نتاع المصوره نتاعك وتاخذ الناتشورال بروفايل هذاك وتطيح ضعف الكونتراست وضعف الساتوريشن والشاربنس، وهكاك تتحصل نسبيا على فلات بروفايل تنجم تصور به، وثم من بعد تنجم تعمل التعديل نتاعو في ادوبي بريمير والا الفاينل كات والا حتى دافينشي ريزولف. فهكاك تولي انت تربح في الدايناميك رينج نتاع الصوره نتاعك وتنجم تعمل لها كولور جريدنج من بعد وتتحصل على لوك مزيان ومزيان برشا. ان شاء الله تكون فادتكم المعلومه هذه، اذا كان عندكم اي سؤال بالنسبه للموضوع هذا فاكتبوا لي في الكومنتير، وان شاء الله مازلت فولو اب فيديو اخرى باش نعملوا الكولور جريدنج، باش ناخذوا فوتج فلات وباش نعملوا له الكولور جريدنج نتاعو. فما تنساوش باش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك في القناه باش ما تفوتوهمش الحلقه هذه. نخليكم بخير وان شاء الله نتقابلوا في اقرب فرصه اخرى. الى اللقاء، باي.